السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عيدكم مبارك سعيد. وبالنسبة إن شاء الله لتوقعات حالة الطقس بإذن الله هذا المساء والأيام المقبلة سوف نعطيكم التفاصيل، فلا تنسوا بارك الله فيكم دعمنا باللايك والاشتراك في القناة وشكرا لكم. وبالنسبة لتوقعات الفترة الليلية والفترة بعد الزوال اليوم، تكونات رعدية جد معتبرة قد تؤدي إلى اضطرابات جوية خصوصا أقصى شمال المملكة، تعطي بعض القطرات لكن تبقى خفيفة وضعيفة على طنجة وأصيلة، وقد تصل بعض الزخات المطرية ربما كذلك حتى تطوان. أمطار رعدية معتبرة على وطة الحاج وسكورة متاز وإفران وعاطف وتونفيج وإملشيل والريش وغرامة وتبانت. ويتوقع بإذن الله يوم الأحد استمرار العواصف الرعدية قد تكون مدوية وقوية خصوصا على وطة الحاج وكيكو خنيفرة وابن ملال وكذلك تونفيج وإملشيل وكامدن وأمزبيز، وكذلك بعرفة تساقطات رعدية قوية محليا وسوف تستمر إن شاء الله خصوصا على بعرفة أو الجنوب الشرقي، أمطار جد رعدية وقوية على وطة الحاج وكذلك تينغير وميدلت وخنيفرة وابن ملال وتبينت ومرتفعات الأطلس. خلال يوم الاثنين نتوقع بإذن الله أن تبقى الأجواء غير مستقرة واضطرابات جوية قوية قد تعطي عواصف رعدية على الراشدية وتينغير وتبينت وبعرفة وبوعلان وعين الشعير.